باشمهندس، يعني اتكلمنا كيف أصبحت مصر خالية من العشوائيات أو المساكن غير الآمنة تحديدا خلال فترة زمنية قليلة جدا. خلينا استاذ احمد في البدايه كده. طبعا وفي الحقيقه الملف ده يعني يمكن القياده السياسيه اولت ليها اهتمام كبير جدا. نعم. عشان كده دايما انا بحب في البدايه كده ان احنا نوضح رقمين مهمين. الصندوق بتاع الحياه انشئ بعد سقوط صخره الدويقه. نعم. الصندوق من منذ انشائه لغايه 2014 احنا دايما بنوضح الرقم ده، احنا صارفين 652 مليون جنيه في حوالي 8 سنين. من 2014 او تحديدا 2016 بعد افتتاح الاسمرات 1 في شهر 5 2016 الى الان احنا متعدين ال 40 مليار جنيه. فاعتقد يعني هو الرقمين بيوضحوا مدى اهتمام القياده السياسيه. صحيح. ده كبدايه. طبعا انت عارف هيك احنا كان عندنا قضيه كبيره جدا، وانا واعتقد يعني كمان يا باشمهندس ان اليه الصرف اختلفت عما قبل 2014، يعني 2014 كان تعويضات حسب معلوماتي، الان اصبح الشكل مختلف، انا بدي سكن لائق بالمصريين. هي دي في الحقيقه نقطه مهمه جدا، كويس ما حضرتك ذكرتها. طبعا هو الاسلوب في العموم كله اتغير. يمكن واحنا الصندوق في الحقيقه احنا اشتغلنا على الجزئيه دي كتير جدا، احنا عملنا دراسات كتيره جدا. نعم. على يعني ايه عدم سبب عدم نجاح فكره تطوير المناطق الغير امنه تحديدا، لان ترى حضرتك ملف تطوير العشوائيات ده ملف كبير جدا. صحيح. احنا بنوضح ان الملف اللي احنا انتهينا منه الفتره دي اللي هو الغير امن اللي بيمثل 1% من العمران في مصر، اللي هم 357 منطقه 246 الف وحده سكنيه. زي ما حضرتك فعلا ذكرت، وفي البدايه كان دايما التوجه ان بيدوا تعويض للناس ويطلعوهم، بالتالي للاسف يعني التعويضات بتتصرف وبيرجعوا يعملوا عشوائيات تاني او بيودوهم لاماكن بعيده ما فيهاش خدمات، فالناس بتضطر برضو تعمل عشوائيه تاني. في الحقيقه كان التوجيه للقياده السياسيه لا، انشئوا مجتمعات عمرانيه متكامله بحيث المواطن يقعد يستقر، يعني بقى في حياه جديده، بيحس فعلا بحياه جديده وبيحس بالانتماء للمكان الموجود فيه، لانه متوفر له الخدمات الصحيه، التعليميه، حتى النواحي البدنيه او الرياضيه، كل مستلزماته، المدارس، الكلام ده كله بيخليه الفرص العمل طبعا. ويمكن دي انا مش عايز اتكلم في حاجات يعني طبعا اكيد ذكرت كتير قبل كده، ان الاسمرات مثلا دلوقتي بتصدر لاربع دول، يعني منهم السعوديه وامريكا واسبانيا، فاحنا بقى مجتمع منتج وليهم دور كبير وفعال جدا في حتى يعني في النواحي الاقتصاديه كمان يعني.